الموسيقى الراب فاضحة نادوا المكافحة لازم نسيطر على الفساد اعتقلوا هيسكي لأنه عم يحكي عالسياسات ومنعوا كل حفلات جون فلود وديرتي مولي بالبلاد خلينا نوجه رابرز ما تحكي بسمعة القوات انشروا بالإعلام إنه فن داعم للإرهاب التصريح هذا اللون فن أساسه هذا النوع من الغناء سياسي حربي بيحكي ضد الدكتاتورية والاستبداد والفساد الحكومي في أربع نقاط مهمين اللي هن تنازع الفصائل تجاوزات الفصائل بحق المدنيين سياسيا واقتصاديا والتصعيد الروسي الأسدي اللي عم بيصير على إدلب بالفترة هاي وتعليم عم بيسكروا جامعات وفي طلاب كتير عم تتشرد بسبب هذا السبب وكمان اعتقال كذا رابر روسي ونحن اللي منبتلى فندفنا بالليالي لما طلبنا العلا ما راح ينفع التظاهر لو الفكر محجر زد المقرر مستقبلا يعني بتمنى الكلام اللي عم ينحكى بالراب تبعي ينفهم ككلام ما ينفهم كموسيقى تهز راس ينفهم الكلام اللي عم ينحكى